السهرة الحموية يا حلا السهرة الحموية. حما لو تعرف شانا الورد خلقت مشانا، الله ثبت أركانا صارت أحلى صبية. حما لو تعرف شانا الورد خلقت مشانا، الله ثبت صباحك فرح. صباحك زينب، كيفك؟ منيحة اليوم. الجو قالوا انه الصبح رح يكون شوي دافي، المساء رح يبلش عنا منخفض، فبدنا نقول لكل المشاهدين مع التحية الصباحية ديروا بالكم منيح المساء، واكيد ان شاء الله يكون نهاركم صباحا جميل مع هالجو الدافي. اكيد نتمنى لكم يوم كتير حلو مليء بالطاقة الايجابية، الامل والانفراج والانجازات على كافة الاصعدة. اكيد ضمن صباحنا عنا كتير من الخبريات من المحافظات السورية، وايضا ضيوف من اختصاصيين من مجالات مختلفة حيكونوا معنا ضمن صباحنا لليوم، ونتعرف على بعض الاستفسارات اللي عندكم ياها ليجاوبوا عليها. اكيد ضمن رحلتنا الصباحية كل هالاخبار، لكن بدي ارجع جدد التحية الصباحية على فرح. وصباحك عن جديد. يسعد لي صباحك زينب، صباحك حلو على طول. صباح الخير لكل شخص توجه لعمله، راح على مدرسته وقال يا رب اليوم بداية حلوة مع هالنهار المشمس اللي بنتمنى اكيد يكون مليء بالخير الصحة والانفراجات على كل السوريين. مثل ما قلنا كتير من الضيوف المميزين راح يكونوا معنا ويجاوبوا على كتير من اسئلتكم واستفساراتكم. فاصل صغير وبنبدأ ببرنامجنا. يوم 13 كانون الثاني، اكيد قراءة سريعة لذاكرة الايام بهالتقرير. اليوم 13 كانون الثاني، كثير من الاحداث مرت بتاريخ هذا اليوم، قراءة سريعة لذاكرة الايام. بمثل هاليوم من عام 1610 غاليليو غاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار، وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى. بعام 1785 صدور العدد الأول من صحيفة The Times اللندنية على يد الصحفي البريطاني جون والتر. وبعام 1908 الفرنسي هنري فيرمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة ويعود إلى النقطة التي انطلق منها. وبعام 1930 ظهور سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس لأول مرة. بعام 1989 فيروس حاسوب باسم الجمعة 13 يضرب مئات من أجهزة حاسوب في كل أنحاء المملكة المتحدة. وبعام 2014 لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بكرة الفيفا الذهبية بعام 2013 للمرة الثانية في تاريخه. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1927 سيدني بيرنر، عالم أحياء جنوب أفريقي وحاصل على جائزة نوبل في الطب بعام 2002. ومن الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1997 مديحة كامل ممثلة مصرية. وبعام 2009
منصور الرحباني موسيقي لبناني. هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. نهاركم سعيد. أما زينب الأخبار المنوعة فرح نتابعها بالتقرير التالي. بداية أخبارنا المنوعة من روسيا، حيث نشر المكتب الصحفي لإدارة النقل في موسكو فيديو يظهر لحظة سقوط صبي على سكة الحديد في مترو أنفاق موسكو. ويظهر الفيديو أن سائق القطار استطاع إيقاف سيره في اللحظة الأخيرة. وإلى خبرنا التالي، حيث شوهد سكان مدريد وهم يتزلجون في شوارع العاصمة الإسبانية المغطاة بالثلوج بعد أن تسببت عاصفة فيلومينا بتساقط الثلوج لم تشهد المدينة مثله منذ عقود. وإلى الصين، وخلونا ننتقل بخبرنا، حيث عرض التلفزيون الصيني فيلم قصير يروي قصة حامل الطائرات بناها المتحمسون الصينيون من الثلج في هاربين الصينية خلال 3 أسابيع. وجاء في الفيلم بأن فريق يضم 19 شابا صينيا بنوا من الثلج سفينة حربية بلغ طولها 50 مترا وعرضها 10 أمتار وارتفاعها 10 أمتار أيضا كما نرى. أما زينب، أولى فقرتنا الطبية دائما أو أغلب الأوقات عم نخصصها للأطفال والإجابة على كثير من الأسئلة يلي الأمهات بدور بتفكيرهم، بعض الأسئلة اللي ممكن تكون شائكة نوعا ما. اليوم رح نحكي عن الطفح الجلدي أو الحساسية يلي بيعاني منها بعض الأطفال بتظهر على أجسادهم. السؤال، هل ممكن تكون هذا الطفح الجلدي هو مؤشر لأمراض أخرى عند الأطفال، خصيصا إذا بدنا نحكي لأطفال حديثي الولادة؟ هي الأسئلة أكيد رح تجاوبنا عنها الدكتورة لميا البزنة، حساسية بأمراض الأطفال. يسعد صباحك دكتورة. صباحك حلو. صباحك حلو يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يعني عم نحكي عن موضوع دائما الأم عندها مخاوف منه لما يظهر أي طفح جلدي على على جسم الطفل. فأول شيء خلينا نعرف الطفح الجلدي وهل له أنواع؟ يعني مثل ما عم تقولي، هلا الطفح الجلدي بتجي من الشكايات المرعبه كثير للام، بتجي الام على العياده كثير مرعوبه لانه هي بالنسبه لها شغله شايفتها. يعني مثلا ملتهب بلعوم وبجوز هي ما لها شايفه التهاب البلعوم، شايفه في حراره، بس الطفح الجلدي شغله شايفتها الام قدامها، فبتجي كثير كثير مرتعبه واحيانا يكون له اشكال يعني مرعبه. بالواقع هي اغلب الافات الطفحيه هي امراض بسيطه وعلاجها كثير كثير بسيط وسهل، وكثير احيانا ما بيحتاج كثير ادويه. هلا الافات الجلديه بالطفح الجلدي بشكل كثير بسيط، حنقول اما تكون افات حماميه، يعني بتكون افات نقطيه حمراء كثير منتشره على كل سطح الجسم، او افات حطاطيه. الحطاطيه هي بتكون مثل بقع حمراء صغيره مرتفعه قليله عن سطح الجلد، يعني الام لما بتجسها بتلاقيها ناتئه شوي عن سطح الجلد، أو آفات شروية. الآفات الشروية هي آفات كبيرة دائرية كمان بتكون مرتفعة شوي عن سطح الجلد، بكون محيطة أحمر ويعني والمركز شاحب، على الأغلب بتكون دافية، الأم لما بتحط إيدها عليها بتلاقيها دافية،
والنوع الأخير من الآفات الجلدية هي الآفات البثرية. خليني بسطها، بتقول الأم أنه معبية مي، تمام؟ هي عادة بتكون كمان اندفاعات ولكن بداخلها سائل، إما أن يكون سائل رائق، بهالحالة بتكون مجرد آفات بثرية، أو أن يكون سائل قيحي مثل ما نشوفه بالقوباء الجلدية. فهي لمحة بسيطة حتى الأمهات تعرف فكرة عن الآفات الجلدية. طب شو بفيدنا هذا الحكي؟ بفيدنا كتير حتى نفرق بين الأمراض. هون دكتورة يعني أنت الأم لازم تخاف أنه هي هذا التفاح الجلدي هو الشيء بخوف، لازم تمام. أنا أدارك الموضوع، أنت فينا نقول هو الشيء طبيعي ممكن يكون ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة أو أي مشكلة بسيطة وعلاجها بسيط. تمام، حكيتي كلمة حلوة، يعني إذا بدنا نبلش بأول آفات تفاحية خلينا نقول طفح الحرارة، تمام؟ أو أحيانا اللي بيلتقى بفصل الصيف بدرجات الحرارة العالية، الأطفال هدول بيعملوا طفح حمامي، يعني نقط حمراء منتشرة بكل سطح الجسم أو أحيانا بمناطق معينة. هذا كتير ملاقي أحيانا بالفصول الانتقالية بين مثلا الشتاء والصيف أو بين الصيف والشتاء، لما بتكون الأم لسه ما استعدت إنه بلش فصل الدفا، عم تلبس الطفل عدة طبقات من الثياب، فجلد الطفل ما بقى بيقدر إنه يتنفس، فبيعمل هالطفح هذا الأحمر. تمام، وكتير أحيانا الأمهات بيقولوا له هو طفح الحرارة، هو مختلف عن طفح المرافق لأمراض الترفع الحروري هلا بنحكي عليه. تمام، فإذا أول واحد من آفات التفاحية البسيطة مثل ما قلنا هذا اللي بيلتقى بالجو الحار، أو أحيانا بسبب لدغ الحشرات بصير عندنا شيء اسمه أوكال الأطفال الحاد، الطفل بصير عنده لدغة حشرة ناموسة أو أي شيء بمحل معين، بيرتكس الجسم بشكل عام لكل هاللدغة فبصير عندنا طفح أحمر. تمام. كل الآفات التفاحية إذا لم تكن مترافقة مع حرارة فهي بسيطة وتؤشر على أنه شيء تحسسي أو ارتكاسي لمؤرج معين، بينما الآفات التفاحية اللي تترافق مع حرارة بتقول أنه في عندنا أمراض إنتانية. من أشع الأمراض الإنتانية اللي بتترافق مع حرارة وترفع وطفح جلدي هي الحصبة والحصبة الألمانية وداء الطفح المفاجئ والجدري المائي. طب شو الفرق بيناتهم؟ الحصبة والحصبة الألمانية بلشنا نقول إنه ما عاد كتير نشوفهم، لأنه نحنا الطفل بياخد لقلهم لقاح اسمه لقاح MMR ليحوي الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، ولكن من فترة قريبة بلشنا نشوف ظهرت عنا جائحات لإصابة الحصبة ببعض المناطق، لأنه صار في عنا بعض ناس وفدوا من مناطق ما أخذ اللقاح، أو في بعض أطفال نزل عندهم عيار الأضداد للقاح فصاروا بحاجة لجرعة داعمة من اللقاح. لهيك مثل ما شفنا كل فترة وفترة بصير في عنا حملات تلقيح وطني داعمة للقاح MMR، لأنه بلشنا نشوف كمان حالات من الحصبة والحصبة الألمانية بأعمار كبيرة بأعمار المدرسة 15-16 سنة، فلذلك أول شيء صار في توصية بإعطاء لقاح MMR على عمر 5 سنوات كلقاح داعم. مثل ما شفنا مشكورين بوزارة الصحة دائما عم يعملوا حملات لحتى تغطي النقص لحتى نخفف من هجمات الحصبة. طب كيف يعني الأم يخطر بباله أنه هذا حصبة ولا حصبة ألمانية؟ من مميزات الحصبة أنه الطفل بيعمل حرارة 3 أيام، بيكون عنده شوية سيلان أنف، شوية أحمرار عين، بعد 3 أيام بتصل الحرارة لذروة عالية ل40 درجة مئوية وبيطلع الطفح. الطفح بيكون أحمر حطاطي شامل لكل الجسم، وغالبا يشاهد كمان خلف الأذنين. الفرق بينه وبين الحصبة الألمانية تقريبا نفس السير، بس بالحصبة الألمانية الطبيب بالفحص بيلاقي ضخامة عقد خلف الرقبة ممكن الأم تجسها. حتى لو كان حصبة أو حصبة ألمانية العلاج كتير بسيط، ما بده دواء التهاب، حيدة 3 مرات لأنه هو عبارة عن مرض فيروسي. تمام، فحياخد خافة حرارة شوية مضادات احتقان راحة بالبيت سوائل وحتروح القصة. هلأ الأطفال بعمر تقريبا من 6 شهور ل3 سنوات بينصابوا بشيء اسمه ضاء الطفح المفاجئ. هذا كمان فيروس لازم ينصابوا فيه الأطفال بمرحلة معينة من حياتهم، والإصابة فيه بتعطي مناعة دائمة. تظاهراته بيعمل حرارة 3 أيام، غالبا بتكون الحرارة عالية 39-40، بتكون مرعبة للأم، ما في أعراض تانية. بتجي الأم بتقلك ما عنده عرض، قد يكون عنده شوية سيلان أنف، ممكن طبيب الفحص يلاقي شوية احتقان إذن احتقان بالأم وأكثر من هيك. بعد 3 أيام بتنزل الحرارة، بتنخفض الحرارة بشكل كامل وبيظهر طفح على الجلد، طفح حمامي مثل ما قلنا نقط حمراء شاملة لكل سطح الجلد بدوم 24 ساعة غير حاكة وتزول. تمام. هذا الأم أحيانا إذا الطفل يعني الطبيب شايف احتقان إذن أو بالعوم بيكون عاطية دواء التهاب، لما بتلاقي الطفح طلع بعد 3 أيام بتفتح تليفون، يا دكتورة ابني تحسس من دواء الالتهاب. لما بنرجع عم ناخد قصة مضبوطة انه نحن حرارة 3 أيام نزلت الحرارة وطلع الطفح، من إلا لا هذا ضاء الطفح المفاجئ، وهذا بيقول انه المرض خلص. تمام. طب إذا طلعت بقعة معينة بأماكن محددة من الجسم، تمام، هي شري تحسسي، تحسس لشيء معين، وهذا على الأغلب بدون حرارة. ببلش الشري التحسسي مثل ما قلنا ببقع، بتبلش صغيرة بعدين بتكبر،
مرتفعة عن سطح الجلد ودافية، وغادة بتكون بأكثر من محل. هلأ أحيانا بتكون موضعة بمكان معين، في أطفال عندهم شيء اسمه الشرع الكوليرينجي كولينيرجي عفوا، شو يعني؟ بيلتقى بالضغط بأماكن معينة، يعني الأم بتلبس ابنها كولون بتلاقي الضغط مكان المطاط، تمام؟ أو مثلا لبس ابنها كولون صوف هلأ بالشتاء، مو معناته ما تلبسهم، بس في أطفال عندهم استعداد تحسسي أكثر من غيرهم، بنلاقي طفح شروي مكان الكولون، هذا بيلتقى أحيانا على البرد، بيلتقى أحيانا على الدفا. في كتير ناس على البرد بيصير عندهم شري على البرد بأماكن البرد، أحيانا بيكون الشري معمم. هلأ الشري شكل الطفح فيه مرعب، حاك بشكل شديد، مزعج للأطفال. والشري واحدة من الآفات الطفحية اللي بدنا نقلها للأم ديري بالك على شغلة أكثر من شوي من الطفح الجلدي. عادة بيصير ارتكاس لمؤرج معين، إما أكل الطفل شيء محسس، مثلا أكل بيض، أكل شوكولا، أكل مكسرات، أحيانا بعد تناول السمك. ممكن يكون الطفل كل عمره بياكل هالشغلات واجا مره واكلها، احيانا بيكون لها دور تعرضه لاكثر من محسس، يعني اكل كميه كبيره من البيض واكل شوكولا، بتعرفوا الشوكولا نحن الكبار بنحبها فما بالك بالاطفال، احيانا بيكون تعرض لاكثر من مؤرج بيعمل هالطفح الشروي. هلا الشري طالما انه هو جلدي ما في خوف، تمام منه. سيتحسن، ولكن بنعطي مضادات حكه وشغلات تهدي الطفل، حمامات بمي دافيه، احيانا بنعطي بودره او كريمات ملطفه. منبه الأم لشغلة واحدة في حال حدوث الشري، في حال صار عند الطفل تورم شديد بالشفاء، في حال صار الطفل يشكي من ضيق نفس، معناته نفس الوزمة اللي صارت على الجلد ممكن أنه تكون صارت بالأعضاء الداخلية، صارت بالحنجرة، ممكن أنه يؤدي لضيق نفس ويكون مهدد للحياة. حالة نادرة جدا وقليل كتير كتير أنه نشوفها، بس يجب أنه ننبه الأم لها. هذا واحد بس من الآفات الجلدية اللي يكون مترافق مع شيء داخلي، فمننبه الأم أنه ظهر هيك شيء. واحيانا الشري بيكون شديد ومعند وبنضطر كثير نحذف من المواد الغذائيه ونراقب ارتكاس الطفل. هي اغلب يعني الافات الجلديه اللي بدي فيني اقول انها ما انا مرعبه كثير للام. دكتوره عفوا، نسمع كمان انه بالفتره الاخيره يمكن صور تناقلوا كثير من الامهات على وسائل التواصل الاجتماعي متلازمه اليد او القدم مثل ما سموها كثير من الامهات، شو هي متلازمه اليد والقدم؟ وبالاضافه انه كمان بعض الامهات عم يشتكوا من وجود يمكن بقع اغمق من لون الجسم الطبيعي، واللي طبعا عم يقولوا انه هي نتيجه نقص حديد، قديش هذا الشيء صح؟ وشو هي متلازمه اليد والقدم؟ اول شيء بشكرك انك سالتي عن هالمرض لانه شائع كثير بهالفتره، هو بشيع بالربيع وبالخريف وفي كثير يعني خليني اقول اقاويل عنه. داء اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي يتظاهر بافات قلاعيه بسقف الحلق، وعاد ممكن انه تكون ايضا موجوده بالفم، ولكن افات القلاعيه تكون موجوده بسقف الحلق. ما يميز داء اليد والقدم والفم انه الافات الجلديه تظهر في باطن اليدين وباطن القدمين. إذا بدي أقول كلمة مشان فرقه عن الجدري، الجدري عادة لا يظهر هون، الجدري يظهر على الصدر وعلى الظهر، هلأ بنرجع بنحكي شوي تاني على الجدري. فإذا ميزت الآفات الجلدية بداء اليد والقدم والفم إنه تظهر بباطن اليدين وباطن القدمين. آفات هي عبارة عن بثور، يعني آفات حويصلية معباية سائل رائق عادة غير حاكة، أحيانا كتير تظهر بين الأصابع، بين أصابع اليدين وبين أصابع القدمين. المشكلة بداء اليد والقدم والفم هو انزعاج الطفل الشديد من الآفات القلاعية بالفم، عادة بترافق مع ترفع حروري خفيف الحرارة في ملاعة كتير عالية مع سيلان أنف. اللي بيزعج الطفل صراحة هي الآفات القلاعية، يمنعه من أنه يتناول الطعام، بلاقي الطفل عنده إلعاب، عنده سيلان للعاب، رافض الطعام. هلأ اللي بيجي مرعب الأم هي الآفات الجلدية. نحن منطمئن الأم هون أنه الآفات الجلدية بداء اليد والقدم والفم ليس لها أي إشكال مهما كانت شديدة ومهما أحيانا تقرحت. بعض مرممات لطيفة مثل البانتينول تكفي وستزول خلال 3 أو 4 أيام. أحيانا نعطي مضاد تحسس خفيف لحتى نخفف إذا في حكة خفيفة، ولكن عادة هي آفات غير حاكة. ومننبه الأم أنه الآفات القلاعية ستحتاج 3 أيام لحتى تتحسن، لأنه هذا مرض فيروسي محدد لذاته. نعطي الطفل سوائل لطيفة، نعطي الطفل الأكل بشكل لطيف مطحون أو مثلا لبن أو شغلات خلينا نقول سهلة البلع. فبداء اليد والقدم والفم المشكلة عندنا بالآفات القلاعية، والآفات الجلدية ليس لها أي إشكال ومطمئنة. هلأ بيسألوني الأمهات معدي؟ إيه معدي، ممكن أنه ينتقل بي إذا الواحد بوص الطفل ممكن ينتقل لأخواته إذا أخذوا تناولوا نفس الكاسة. فلذلك من إلا أول شيء بده يغيب عن المدرسة يومين ثلاثة مشان ما يعدي باقي الأطفال بالروضة.
والشغلة الثانية انه اطفاله يعدوا عنه. مشكلة بالعدوى بس الافات القلاعية لانه مزعجة، يعني مشان ما يصير عند الام اثنين ثلاثة صراحة عم بنقوا بوشها بسبب القلاع. حأحكي هون بنفس الوقت عن الجدري. طبعا الافات بالجدري بتختلف عن افات اليد القدم والفم، ولكن لما بيكون الجدري طالع فيه حبة حبتين لسه يعني لسه ما طلع ممكن كتير يختلط عند بعض الأمهات. هلأ الجدري مثل ما بنعرف كلياتنا كل الأطفال بمرحلة معينة بده يصابوا فيه، حتى الواحد ممكن يكون كبير ومانو منصاف فيه ويصاب فيه. طبعا هلا حديثا صار في لقاح للجدري وله جرعات داعمه، الشخص اللي بيتلقح للقاح الجدري لن يصاب بالجدري بعدين، ولكن اللي ما اخذ اللقاح سيصاب فيه يعني هلا او بعدين. الجدري ببلش كمان بحراره خفيفه، سيلان انف خفيف، شويه تعب، وبتبلش الافات الجلديه. الافات الجلديه بالجدري هي كمان حويصلات وبقلب منها سائل رائق، ولكن عاده الى قاعده حماميه واسعه، يعني بنلاقي دائره حمراء وبقلب منها آفة حويصلية أقرب للمسررة، يعني كأنه لها هيك سرة صغيرة بقلبها. أغلب الآفات بالجدري بتبلش على الظهر أو على البطن، يعني بتبلش بالجزء المركزي من الجسم بعدين بتبلش تتعمم. طبعا لما تبلش تتعمم آفات الجدري أغلب الأمهات تعرف تشخصها، ممكن طبعا تصيب فروة الرأس، ممكن تصيب قلب سيوان الإذن، أحيانا ممكن تصيب العين، ممكن تصيب المنطقة التناسلية. هلأ نفس الآفات اللي بتطلع بالجلد ممكن تطلع بالأغشية المخاطية، فبصير عنده الطفل صعوبة الطعام. من هون بصير أحيانا نخلط بيناتهم لما بيكون لسه بس في آفة أو آفتين من الجدري وفي صعوبة الطعام، بس الفرق بيناتهم مختلف. كمان بالجدري عادة السؤال اللي بيسألوني على الأمهات حجاوبهم عليه، ما بيترك ندبات دائمة أبدا، إلا إذا ببعض حالات الطفل هو عمل يعني لعب بالحبة عملت انتام موضعي وتركت أثر بسبب انتام الموضعي دكتورة. تمام الجدري لا يترك أي ندبات، مسموح إلى أنه تحممه، يعني هذا المصطلح الشائع أنه بصير نحمم إذا الطفل يعني اضطرت له تعمل له حمام خفيف بدون ما تعمل دلك للآفات، حمام بمي فاترة بتريحه، بنعطي مضادات هيستامين شيء يخفف الحكة، إذا طبعا بنحمي عن المواد المحسسة خوفا من أنه الطفل بنفس الوقت يصير يكون عنده جدري ويصير في عنده تحسس لشيء معين. الجدري معدي من وقت ظهور الطفح ويبقى معدي إلى أن تتقشر كل الآفات، لأنه هذا سؤال دائما تسأله الأمهات، صار في عندها جدري بدها تروح تزور أهلها فبدها تعرف يعني تمام. من أصيبت بالجدري يعني إذا وحدة حامل وكانت على تماس مع طفل مصاب بالجدري، إذا كانت مصابة بالطفولة فهي ليس هناك خطر من أنه تصيب جنينة. إذا تعرضت لشخص مصاب بالجدري ليست هناك خطورة على الجنين إلا إذا أصيبت هي تمام. يعني إذا هي بتعرف أنه هي مصابة، لأنه هي أسئلة شائعة دائما بالجدري، إذا بتعرف أنه هي بتسأل إما هي مصابة بالجدري فإذا هي ممنعة. لو كانت حامل وكانت على تماس مع شخص مصاب بالصدري بالجدري ما في خوف على الجنين، بس حتى لو هي ما بتعرف حالتها المناعية ليس هناك خوف على الجنين إلا إذا أصيبت هي بالجدري، لأنه إصابة الجنين بالجدري ممكن يعملنا تشوه وخاصة بالثلث الأول من الحمل، ولكن في حال أصيبت الأم نفسها بالجدري. لذلك كتير أحيانا نحن عم ننصح صراحة أنه خذوا لقاح الجدري، لأنه مثل ما قلنا الشخص إذا ما انصاب هو صغير ممكن ينصاب هو وكبير، وإذا صدف وحدة كانت حامل وأصيبت ففي أذية على جنينها. ومن هون اجت فكرة تدعيم لقاح الMMR، رح نذكره لأنه بنفس المناسبة، لأنه لقاح الMMR يحوي لقاح الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، نصر على تدعيمه أنه تكون البنات المؤهبات لسن الزواج أخذين لقاح الMMR، لأنه الحامل إذا أصيبت بالحصبة الألمانية أو تعرضت لطفل مصاب بالحصبة الألمانية قد تؤدي إلى أذية جنينة ويصاب بمتلازمة اسمه متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، عادة بيكون عندهم ضخامة كبد وطحال وآفات قلبية. فهي النقطة اللي منصر دائما، مشان هيك إنه لازم يكون في تدعيم للقاح الـ MMR. حديثي الولادة دكتورة، يعني في كتير ولاد حديثي الولادة رضع لسه تمام. كمان عندهم بيكون طفح جلدي، إله أسباب معينة مثلا؟ كمان كتير مهم نحكي عن طفح جلدي عند حديثي الولادة. حديثي الولادة بينصابوا بأكثر من نوع من طفح جلدي. أول نوع هو عبارة عن آفات حمراء بسرية، يعني بقلب من سائل ولكن سائل أصفر. بكتير من الحالات قد تكون هي آفات سليمة وتزول خلال يوم أو يومين أو ثلاثة. إمتى منقول عنا انتان جلد بالعنقوديات المذهبة، يعني هي اللي بتشبه القوباء،
بنقول عنا لما بتكون عنا منتشرة، لما ما بتزول خلال يومين، لما بتترافق مع ترفع حروري. كثير احيانا بيصير عنده الطفل ضعف رضاعه، فهذا اسمه انتان جلد بالعنقوديات المذهبه. العنقوديات المذهبه هي جراثيم متعايشه بشكل طبيعي مع الجلد. هلا انا اذا بعمل مسحه لايدي ولايدك بيطلع عنا عنقوديات مذهبه، هي موجوده متعايش طبيعي مع الجلد. عند حديثي الولاده احيانا بتكون ممرضه لانه لسه المناعه عندهم ما تطورت، في كثير اكثر من ايد بتتلامسهم، احيانا بيلقطوها من غرفه المخاض. فليس عليك منبه الامهات لما بتكون الافات بسريه، حاوي على سائل اصفر، منبه الام انه بده سائل معقم، انتبهي لانه هي ممكن انه تعدي بعضها. الافات الثانيه اللي ممكن تظهر عند الاطفال هي اللي ذكرناها، هي الاكزيما عسر التعرق، هي عن افات حبيبيه صغيره بتظهر على الوجه وبتظهر احيانا على باقي الاطراف وما بدها اي علاج. والشيء الثاني اللي ممكن انه يظهر عندهم بشكل كثير كثير قليل هي الافات الاكزيمائيه او الاكزيما التاتبيه. هي بتظهر عادة على الجفون، بتظهر على رأس الخدود، عبارة عن آفات متقشرة خشنة وعادة حاكة. تمام دكتورة، بدنا بس نعرف بعض الأنواع تغير لون الجلد. تمام. هل ممكن يكون هو عنوان لأمراض أخرى بيعاني منها الطفل، نقص فيتامينات معينة؟ أنا أسفة نسيت أجاوب هذا الشق، منيح ذكرتيني. تغير آفات الجلد المزعج هو تغير لون الجلد للأبيض اللي ممكن أنه يلتقى أحيانا بحالات البهاق، وهي اللي كتير كتير حالات خاصة، هي حتما بدها متابعة مع طبيب جلدية. ليس هناك علاقة بين تغير لون الجلد وفقر الدم بعوز الحديد أبدا. في شيء احيانا الاطفال بيكون عندهم شيء اسمه بقع قهوه بحليب، هي بتكون مترافقه مع امراض عصبيه بتكون وراثيه بالعيله، فهي كمان بحث ثاني يطول شرحه. ليس هناك علاقه ما بين البقع الداكنه الموجوده على الجلد وفقر الدم بعوز الحديد ابدا ابدا. الافات اللي يتغير فيها لون الجلد اللي منخاف وبدها متابعه هي تغير لون الجلد للون الابيض وثباته وتنقله من منطقه لثانيه. نحن بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات هيك اللي اطلعتينا عليها وطمنتي الاهالي ونبهتيهم على بعض الاخطاء الشائعه. ان شاء الله هيك يكون ما حدا مريض، ان شاء الله يا رب. امهات واعيات جدا، امين يا رب. ودائما على تواصل مع الطبيب المختص. شكرا لوجودك معنا دكتوره. شكرا كثير لكم لاضاءتكم على مواضيع كثير مهمه. اكيد شكرا لاسلوبك دكتوره يلي قريب يمكن من كل الامهات وقادرين يستفادوا من المعلومات القيمه، بعيد يمكن عن كثره الادويه يلي نحن يمكن كثير بنعاني منها وكثير بنخوف الامهات. لا، الاسلوب بسيط والمؤشرات واضحه. شكرا لك دكتوره. شكرا كثير لك. شكرا شكرا. أما هلأ من الروح أكيد لريف حماة الشرقي وإعادة ترميم بعض المدارس لاستكمال العملية التعليمية، منشوف التفاصيل بهالتقرير. أقلامهم وأدواتهم الدراسية وعلمهم كانت أقوى من رصاص الإرهاب الذي اخترق جدران المدارس وخرب ودمر وعاث فسادا فيها، حيث قامت الشركة العامة للبناء والتعمير في حماة وبالتعاون مع التربية بإعادة تأهيل المدارس من غرف صفية ومقاعد دراسية وغيرها من أجل استكمال العملية التدريسية بريف حماة الشمالي والشرقي. يقوم فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بحماة بإعادة تأهيل وتنفيذ مجموعة من المدارس في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة لمسح ما طالته هذه المدارس من يد الإرهاب والغدر وإعادة العملية التربوية. نحن قمنا بإعادة تأهيل وصيانة لمجموعة من المدارس في المطبعة، بلحسين، زغبة، في مدارس بصبورة، حلفاية، تقريبا كامل الريف الشمالي بقيمة 170 مليون ليرة سورية. أنهينا كافة هذه المدارس وسلمت لإتمام العملية التربوية. الهدف بالدرجة الأولى لمسح الدمار والأذى اللي خلفته المجموعات الإرهابية مناطقنا، بريفنا، بضيعنا، بمدينتنا. وطبعا من بعدها أنه منشان يرجعوا طلابنا يمارسوا العملية التربوية بنجاح. رغم كل الظروف التي عاشها ريف حماة بسبب الإرهاب، لم تتوقف العملية التعليمية يوما لنشر العلم والنور والفكر ولمحاربة الجهل. للإخبارية السورية محي الدين فهد. فرح، هلا بنروح لموضوع بهم الكتار والكل عم يسأل عنه ويعمل ريسيرش على مواقع التواصل الاجتماعي.
لحتى يحقق الهدف اللي هو بده اياه، وهي الحميات الغذائية الخاصة بالتنحيف طبعا، وهي العشوائية اللي ما أنا مستندة على قواعد صحية ولا أي رياضة بتساعد على التنحيف. أكيد إحنا اليوم بدنا نصحح هاي المعتقدات ونعرف شو هي أهم الرياضات ممكن تساعد على خسارة الوزن، وأيضا الحميات الغذائية مع غيث عدرا مدرب رياضي. يسعد صباحك يا غيث، كيفك؟ يسعد صباحك غيث. السؤال اللي دائما بيسألوا كل الصبايا والشباب، شو هي أكثر رياضة بتنحف؟ خلينا نبدأ من هون. إحنا شو رأيك بهذا السؤال؟ كيف ممكن أنت تنصح كل شخص نوع الرياضة اللي بتناسب له؟ تمام، هلا هذا السؤال دائما اللي هو يعني عن جد الأكثر رواجا، إنه أنا شو لازم ألعب؟ وبلاك أنا مثلا رايح ألعب أيروبيك أو هاي رياضات السرعة اللي هي فيها حرق، إنه أنا بهيك بنحف. هي هذا الشيء يعني خاطئ تماما. تمام. الرياضة أي نشاط رياضي بعمله أنا هو بيؤدي إنه ينزل وزني. رح نعطي مثال كثير بسيط، يعني بعمرنا ما شفنا رياضي محترف عم يلعب اي رياضه مهما كان يكون نوعه ناصح او عليه كرش مثلا، هي شيء حتمي. تمام. تمام. نوع الرياضه نحن اول شيء بنحدده حسب نحن شيء بنحبه، يعني مثلا في ناس مثلا اكثر شيء بصير عند الصبايا بتجي على النادي انه ليك انا ما بدي العب حديد، صح انا بدي العب مثلا فيتنس، تمام بدي العب مثلا زوم بهي الاشياء. فنحن بنعمل النشاط الرياضي اللي نحن بنحبه اللي نحن بنكون مرتاحين فيه، على اساسه بنبلش نحن نحط خطه تغذيه. تمام؟ تمام، لانه كل نوع من الرياضات له شيء محدد بالغذاء. فبرد بقلك اهم شيء موضوع نكون عم نحب هذا الشيء، لانه اذا نحن ما عم نحب هي الرياضه عم نلعبها فما رح نستفاد. مو يعني اذا كل الناس عم تلعب مثلا زومبا فنحن رح نلعب زومبا لانه هي عم تنحف، لا. اي نشاط بدني خلال اليوم ما في شيء بيحرق اسرع من شيء، في شيء بيحرق اسرع من شيء، بس يعني هاي نسبيا هي كثير بسيطه. يعني عم تحكي مثلا فرق 100 او 200 سعره حراريه باليوم، عرفتي؟ فلا اعملي شيء انت بتحبيه بينتج عندك، يعني بتلاقي نتيجه اسرع وافضل. تمام. طب خلينا نحكي شوي عن انواع الحميات العشوائيه اللي انت عم تشوفها وعم يتبعوها بعض الصبايا وما عم بيخسروا وزنهم. اول شيء هي الحميات بتناسب الكل ولا لا؟ طيب هلا بس كمان بس هون موضوع لانه كثير مهم. هلا الناس بدها تلعب خصوصا حديد، هي لها حميات خاصه وترتيبي خاصه بيطلع مدرب حديد بيحكي فيها. الرياضات الثانيه مثل مثلا الفيتنس الكاردو وهي الاشياء هي عموما التغذيه فيها واحد، عرفتي؟ الشيء اللي عم يصير دائما انه عم يصير مغالطه انه الناس عم تقرا على النت حميات تغذيه للناس اللي عم يلعبوا كمال اجسام او حديد، فهي الاشياء ما بتمشي معهم. فيها بروتين، فيها بروتين مثلا، والله مثلا لازم تاكل بعد التمرين كذا او قبل التمرين بساعه او شيء منه كثير صح، بس مو يعني مو لك انت، عرفتي؟ لكل واحد حسب هو شو عم يلعب. طب اللي بده يخسر وزن بعد قد ايه ممكن ياكل من رياضه؟ طيب وشو ياكل؟ طيب هي هذا السؤال اللي هلا بلشت لك اعطيك هيك مثال غذائي سريع. مثلا دائما تصبح مثلا اللي حابب يخفف وزنه لازم ينزل مثلا بعد قهوه، يعني بعد اي شيء فيه كافيين. تمام، يفضل ما يكون نازل هو فطران، يعني هذا الموضوع بيساعده على الحرق اكثر لانه جسمه ما راح يكون في غير عم يستخدم مخزونه فقط. تمام، بعد الرياضه بحوالي ال 30 دقيقه لل 60 ما اكثر من هيك ياكل، حتى لو عم ينزل وزنه لازم ياكل، بالنهايه بيصير عنده انهيار، بيصير عنده مثلا مثل دوخه. هلا كمان في شغله كثير مهمه، الناس اللي عندها انخفاض سكر، هذا كل شخص بيحدد شيء منه، هو يفضل قبل التمرين تاخذ مثلا قطعه فواكه. هلا في ناس مثلا بجيبي اي واحد ممكن يلعب رياضه ساعتين ما له اكل لسه عادي، بس جيبي ناس لاحظت عملت جهد فورا بينخفض مخزون السكر عندها فهي بتدوخ بتلاقي نفسها، فهذا موضوع كل شخص بيراقبه. بعد مثلا التمرين بحوالي 30 ل 60 دقيقه كثير منيح انه ناكل. الوجبه اللي بعدها لازم تكون حوالي بعد ساعتين، وعلى اساسه نحن هون بدنا نكفي النظام، يعني حسب انا شو هدفي وحسب انا قديش حابب اخسر وزن وقديش السرعه. بس الموضوع الاهم انه دائما ما يكون خساره الوزن، يعني الحد المثالي لخساره الوزن بين 4 و 8 كيلو بالشهر، اكثر من هيك هذا شيء غلط. قادرين ننزل 10 وفي ناس تنزل 15، بس هذا شيء غير صحي لاعضائك الداخليه، هي متعوده تعطيك هرمونات او انزيمات كرمال هي الكتله اللي وزنها بنفترض 50، عملتي لها انت ب 30 يوم 35 كثير صار في خربطه. تمام. طيب كوتش قد ايه مهم اليوم شكل الجسم توزع الدهون يراعي اي مدرب او اخصائي تغذيه حتى قبل ما يوصف اي حميه او حتى اي نوع رياضه؟ تمام. هلا هي الشغله دائما عم تصير انه مثلا انه انا الدهون عندي عم تتجمع مثلا بالورك، في ناس تجمع دهونها بالبطن، يعني هلا بتلاقي واحد نحيف عنده كرش، نحيف ما في اي ورك، ما في دهون بس عنده كرش. تمام؟ في ناس هيك، هي اول شيء طبيعه الجسم حسب كل انسان وعم تتجمع دهونه، حصرا يعني وحده من هي المنطقتين اكيد.
هلا كمان في هاي المعادلة بتصير كمان إنه مثلا أنا بدي أترك دهون بالورك، نحن ما لنا قادرين نترك دهون بمحل أو مثلا نحرقها بمحل أو شيء، دهون بتنحرق بالجسم بشكل كامل بشكل عام تمام، مع المحافظة على الكتلة العضلية تمام. يعني أنا مثلا بدي أترك لنفترض مثلا الورك عريض، مو يعني أنا مثلا بصير باكل دهون صحية فأنا بضل الدهون الصحية وبتروح الدهون السلبية، هي المعادلة خاطئة. أنا لازم دائما أكون عم بعتمد على نظام يتناسب معي، هي أول شيء. وثاني شيء مثلا التدريب هون بيلعب دور، إنه أنا مثلا بدي حافظ مثلا على حجم الورك مثلا تمام، هون بصير بركز على هاي التمارين، بعطيها تمارين معينة آلية معينة كرمال أنا حافظ على هاي المنطقة اللي بدي هي ونميها تمام. يعني التغذية هي 70% بس كمان الرياضة هي 30% حتى أركز على هاي الأشياء اللي بدي أعملها. طيب شو هي العواقب السلبية، خلينا نحكي للناس اللي عم يتبعوا حميات غذائية خاطئة وعم يتبعوا رياضات ما عم تتناسب مع الحميات؟ تمام، هاد يعني هاي الكارثة اللي عم تصير، وهي هي يعني شيء يومي ودائما، مثل بتلاقي ناس بتقول لك انا مثلا صلي 7 شهور او 8 شهور عم بنزل على النادي او عم بلعب رياضة كذا ما عم بلعب، هاد الشيء سببه هي الشيء اللي حكيتي عنه انت، اللي هو انه اما حمية غلط اما رياضة غلط تمام. هلا عشان نحن دائما نسهل تغذية على الناس، انا بنحف او بنصح حسب مجموع سعراتي الحرارية، هذا المقياس حساب سعرات صار موجود على النت بكثير، يعني ما له شيء كثير صعب او بده معادلة او بده حدا خبير، لا تحسب مثلا مجموع سعراتي باليوم مثلا، فنفترض انا بحاجة 2000 انا حابب انحف، يعني انا 2000 حتى سبك انا بدي 2000 كالوري بضل ثابت، حابب انحف بجيب 1500 وما دون، وحابب انصح بجيب مثلا 2500 واعلى تمام، بس على شرط. يعني هلا في هي المغالاه دائما بتصير، اللي بده ينصح واللي بده ينحف هن بياكلوا نفس الاكل، يعني ما انه هذاك مسموح له شيء هذاك مسموح له، لا هن نفس بياكلوا نفس الاكل بس بكميات غير، ممكن يكون في شغلات كثير بسيطه بس الاساسيات، يعني هذوك بياكلوا رز وهذوك بياكلوا رز، يعني مثلا عندنا الناس اللي بتنحف بتخاف تاكل رز، انه لا انت لازم يعني جسمك بده كربوهيدرات اكيد، يعني ما راح تعيش على هذا الغلط. اول ما بتبلش الناس بالحميه بتقطع الرز بتقطع الخبز بتقطع خبز دائما كثير شغلات خبز دائما ايه. بس الرز ايه دائما عم بيخافوا منه انه لا رز مثلا او مثلا صفار البيض، هي هلا الناس واو صفار البيض دهون صحيه، يعني هو لازم اكله، يعني هلا مثلا بتلاقي ناس بتقول لك لا انا ما باكل مثلا صفار البيض، بتلاقي هو راح يتغدى مثلا فاست فود لانه كنت كل الصفر، معلش هذاك مفيد الفاست فود ابدا مو مفيد، فهي الشيء ما لازم نهمله، ما لازم يعني اذا انا والله سمعنا انه زينه مثلا ماسكه هي الدايت عم ماشي عليه روح انا امشي مثله، لا كثير في فرق بيني وبيني، وكثير في فرق، وهذا شيء يعني حديث طويل بين نظام تغذية للصبايا والشباب، لانه كثير في اشياء مغالطه بيننا وبينكم من هرمونات وفيزيولوجية الجسم حتى معدل الاستقلاب، فدائما مثل ما قلت لك لازم انا راجع خبير هون حتى اعرف شو بدي احط نظام تغذيه، والرياضه بردي بقول لك يعني هلا انا كوتش فتنس وكارديو اكيد رح شجعك على الرياضه، واكيد كوتش كره القدم رح يشجعك عليها، واكيد كوتش الحديد رح يشجعك عليها، بس بهمنا انت شو بدك، يعني انت تشوفي حالك جربي حالك بكذا محل، تشوفي حالك وين حبيتي وين انبسطتي وعلى اساسه بنكفي. تمام، كمان بنسمع عن كثير من انواع الحميات الغذائيه سواء الصيام المتقطع والكيتو، وانتشرت بشكل كثير كبير، شو مدى صحه هي الحميات؟ في منها فعلا شفنا نتائج لها، هل هي نتائج مؤقته ممكن يسترجع الجسم كميه الدهون او الوزن يلي حرقه؟ طيب هلا الكيتو شغال، هلا بالاساس هدول النظامين التغذيه اللي صاروا صاروا لاسباب صحيه تمام. يعني ما صاروا للرياضه، بعدين الناس استخدمت مع الرياضه عرفتي؟ يعني هن كان في ناس معها مشاكل مثلا من الكارب او حساسيه الجلوتين، عندهم هذا الاختراع ولاحظوا انه وزنه صار ينزل، فالناس صارت تتبعهم بالرياضه تمام؟ هلا نحن ما عاد فينا نقول نحن ضدهم، نحن بالاساس ضدهم، بس هن صاروا شيء ماشي هي الايام والناس عم تتبعه. هلا الكيتو مثلا اللي هو النظام بيعتمد على ايقاف الكارب وزياده نسبه الدهون، اوكي حلو، بس يعني في هون موضوع كثير مهم، ما كثير الناس يعني تطمع انه مثلا تروح دهون البطن عرفتي، مع انه انت دهون البطن ما بتروح الا اذا انقطعت الدهون تمام. عدا عن ذلك مثلا انت اي شيء عم تاكليه فيه دهون، يعني اذا انت عم تاكلي صدر دجاج مهما كان حتى لو سلق وعم تعمليه كثير دايت هو فيه دهون عرفتي، فانت فعليا صارت كل نهارك من الصبح للمساء عايشه على شغلتين دهون وبروتين، هذا شيء خاطئ بالنهايه للجسم، خاطئ على المدى الطويل، واحد رح يمشي فيه شهر شهرين اوكي، حتى نظام الصيام المتقطع هو شيء كثير خاطئ، انت عم تحرمي جسمك ساعات طويله فعلا من من يعني من مكونات اساسيه، يعني مثلا فيتامينات، شو نحن ناس عم ناكل طبيعي وعم نشبع وعم نعمل 4-5 وجبات ونضوم الحل اللي بيطلع لنا نقص، فما بالك ناس عم تعمل هيك انظمه طويله. فلا انا كغيس دائما مع انه نمشي بنظام تغذيه طبيعي اللي يتناسب مع سعراتنا الحراريه مع طولنا وعمرنا وجمره دمنا، والاهم طبيعه شغلنا، يعني عرفتي؟ هلا مثلا تلاقي الناس اللي بيشتغلوا اشياء فيها جهد بدني مثلا ايا كان نوع العمل،
بتلاقيهم نوعا ما ما بيكون عندهم بدانه، لانه هن عندهم مصروف باليوم اكثر من اي ناس مثلا عم تشتغل. مثلا لاحظ الناس بتشتغل اشياء مكتبيه، غالبا هدول الناس بيطلع لهم كرش بيطلع لهم ورق، غير انه الجلوس بيساعد على الموضوع، هن ما عندهم زياده مصروف بالسعرات الحراريه، عرفتي؟ فشو ما عمل يعني شو ما عمل باليوم هو يا دوب صرف بين نومته وشغله 1000 سعره، عرفتي؟ طيب غيث خلينا نحكي على نصائح اخيره، شو الممنوع منعا باتا للي بدهم يعملوا حميات غذائيه مشان الكل يستفاد؟ طيب. غير الخبز. هلا اول شيء انا ضد اي مواد خارجيه للحلق والدهون، تمام؟ فينا نرجع لشيء كثير طبي مثلا مثل الكارنتين، هذا حمض اميني اوكي، هذا فينا نجيبه من الصيدليه موجود، بس هي الاختراعات الثانيه انا ضدها، مع المشاريب اكيد يعني هي مثلا مكونه مثلا مثل الزنجبيل تنفترض والليمون وهالاشياء حلوه، هي كل شيء طبيعي، بس اي مواد خارجيه انا ضدها، تمام؟ لان اذا عن جد بدك تاخذ بدك تعمل تحليل كثير دقيق ويتناسب معك ممكن تعمل لك اذيه توصل لمراحل قلبيه هي الاذيه. الممنوعات مثل ما بنحكي دائما المعجنات بكامل انواعها، حلويات الا الناجي عن الشوفان رضيانين فيها بشرط ما يدخل فيها سكر مثلا، عرفتي؟ فينا نعمل معجنات من الشوفان بتطلع طيبه ولذيذه ودايت. الحلويات 100% يعني هلا مو الحلويات السكر، عرفتي؟ يعني السكر شيء للرياضه، هو المغذي الاول للخلايا السرطانيه، هي الدراسه العالميه المعروفه، تمام؟ لسه عندنا الموضوع الزيوت، يعني كل شيء فاست فود هي يعني هي الجريمه بحد ذاتها، وموضوع دائما الناس عم تحمله الملح، يعني ما عم نقول لك ما تاكل ملح، قول هلا في ناس تقطعه لفتره بيكون عنده شيء عم تشتغل عليه اوكي، بس انت لازم يعني تخففه وتاخده باعتدال، يعني انا بكون كل النهار عم بحط ملح وبيجي بالليل باكل موالح، ما عم نقول لك ما تاكل بذورات، كل بذورات بس تكون غير مملحه، عرفتي؟ حتى المكسرات نفس الموضوع، كل مكسرات اكيد، بس في مكسرات او اشياء من الموالح كثير فيها كميه ملح عاليه، شيلك عن الضغط وايوه وهالاشياء كلها، زياده احتباس السوائل بالجسم، هاي الاشياء مثلا بتعمل للناس بتعمل مثلا معهم ارق ليلي، عرفتي؟ زياده تطلب الماء، هذا شيء مو كثير منيح، لانك انت مو جسمك عم يتطلبه بشكل طبيعي، عم تطلبه نتيجه الملح، تمام؟ بس طيب يا كوتش الموالح موالح والعيدان المالحه والطيفه متى وزنجبيل اكيد بكل الاحوال مثل ما قلت يمكن نعتدل من كل شيء، يمكن هيك بنرضي حالنا وبنرضي اجسامنا وبنضل محافظين على اجسام حلوه. بدنا نشكرك كوتش على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لك كوتش غيث عدرا مدرب رياضي على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله هيك بالحلقات القادمه بتعطينا بنسالك اكثر بالتفاصيل ان شاء الله. شكرا لك. اكيد بدي اقول لك زينب نهارك حلو يا رب، وان شاء الله يكون هذا المنخفض يعني خير على كل الناس. لا شو بيقولوا المهم زينب بدنا نتمنى الخير الصحه والسلامه للجميع، ديروا بالكم على حالكم بعدنا بجائحه كورونا، يا رب الخير لجميع الناس، موعدنا بكره بافكار جديده وضيوف جداد، تبقوا بالف خير وتبقى بخير يا زينب. تبقى بخير يا فرح، واكيد بدنا نقول لكل العالم اليوم المساء دفوا حالكم منيح، اللي مو مضطر لا يطلع من بيته منخفض عم يقولوا كثير قوي، اما عندكم هلا ساعات النهار فيكم تعملوا تنجزوا اللي بدكم اياه، اكيد نتمنى لكم يوم كثير حلو، اللي ما حضرنا الصبح يحضرنا الساعه 1 بالليل، وباي باي.